استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بعد ظهر اليوم ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية في دورته 32 من الأدباء والمفكرين. وبدأ حفل الاستقبال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الكلمة التالية: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، أيها الأخوة الحضور والأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أيها الأعزاء على المملكة العربية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بدرجة 32 الذي يجسد تراث المملكة وثقافتها ويعبر عن رغبتنا المشتركة في تعزيز التفاعل بين الثقافات العالمية المختلفة لتحقيق التعايش والتسامح بين الشعوب على أساس إنسانية مشتركة. وفي هذا الإطار يسرني الترحيب بمشاركة جمهورية الهند الصديقة ضيف الشرف في هذه الدورة، وإن ندرك أهمية الثقافات صفتها مرتكزا أساسيا في تشكيل هوية الأمم وقيمها، ونرى في تنوع الثقافات والتعدد واحترام خصوصية كل ثقافة مطلبا للتعايش بين الشعوب وتحقيق السلام بين الدول. ونؤكد على أهمية البعد الإنساني المشترك في كل ثقافة بعيدا عن مفهوم صدام الثقافات. لقد أصبح البعد الثقافي مرتكزا أساسيا في العلاقات بين الدول والشعوب، ومن المهم تعزيز خدمة السلم والأمن والدولية. أرحب بكم مرة أخرى في المملكة العربية السعودية، متمنياً لكم جهود جميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ألقيت كلمة الشخصيات المكرمة في المهرجان ألقاها نيابة عنهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، الذي أكد في الكلمة أن لخادم الحرمين الشريفين يدا طولة في تكريم أبناء الوطن منذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض. أنت يا سيدي من ابتدع تكريم أبناء الوطن عندما كنت أميراً لمنطقة الرياض، فكلما تقاعد أحداً أو واحدة منهم كنت تقول له ولها أحسنت. وفي هذه اللفتة الكريمة يجد المكرمين معناً لجل حياتهم، فبعد الخدمة والعطاء أعطيتهم الشهرة والوفاء، فيا لك من أب وفي، ويا لك من قائد حفي، حباك الله بالخلق الأصيل ووهبك الجاه الجليل، فأنت لعبد العزيز السليل وأنت لإرثه المعيل. لله درك وأطال في عمرك وأسعدك في يومك وليلك. بعدها ألقيت كلمة ضيوف المهرجان ألقاها الشيخ حافظ الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان، الذي أكد في الكلمة أن مهرجان الجنادرية يمثل تاريخا مهما لهذه البلاد، وأكد أن ضيوف المهرجان يقدرون لخادم الحرمين الشريفين إسهاماته في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والسلم والأمن الدوليين وجهوده في خدمة الثقافة والتراث. بعد ذلك ألقيت قصيدة باللغة العربية للشاعر عبد الله العنزي، ثم ألقيت قصيدة نبطية للنقيب فراج الدرعان. وفي ختام حفل الاستقبال تشرف ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالسلام على خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
ثم تناول الجميع طعام الغداء على مائدة خادم الحرمين الشريفين. وقد حضر الحفل أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء.